فتح معرض أهلا رمضان أبوابه في بازار بورسعيد الجديد على مساحة أكبر من 2000 متر مربع. يضم المعرض أكثر من 30 قسما لبيع احتياجات المواطنين خلال الشهر المبارك من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار التكلفة وتخفيضات تصل إلى 25%. وشكلت الغرفة التجارية ببورسعيد غرفة عمليات في المعرض للرقابة والمتابعة والتعامل السريع مع أي شكوى والرد على أي استفسار أو تلقي أي مقترحات من المواطنين لضمان متابعة أسعار السلع ومستوى جودتها والتأكد من توافرها بكميات كافية. كل سنة بنحسن على السنة اللي قبلها بالنسبة للمعروضات، بالنسبة للأسعار الموجودة، بالنسبة للكميات اللي هتتعرض، بالنسبة لطول المعرض. يعني احنا بادئين النهاردة من النهاردة وان شاء الله نخلص على نص رمضان. بحب اطمن شعبي واخواتي واهلي في بورسعيد، البضاعة موجودة متوفرة، الاسعار كويسة، الاسعار اللي بتهم المستهلك البورسعيدي موجودة ومتوفرة، سكر، زيت، رز، مكرونة، الحاجات دي موجودة واحنا حرصنا انها تكون موجودة وبكميات كويسة وكميات تقدر تغطي المطلوب. بنضخ في المواسم اللي هي بتبقى فيها مثلا زي العيد وخلافه، بالنسبة للتخفيضات اللي هي المخفضة، الأسعار مخفضة، المبادرة الأسعار مخفضة، وأيضا لما بنبقى في أهل المدارس بنقوم برضو بهذا الموضوع. معرض أهلا رمضان هدية الغرفة التجارية لشعب بورسعيد. الغرفة التجارية كعادتها دائما في إطار المساهمة المجتمعية بتقدم المعرض، بنجهز المعرض من جميع التجهيزات، من المكان للكهرباء للإنارة للحراسة، كل حاجة بنقدمها للعارضين مجانا في مقابل إنه يقدم لنا سلعة أقل من سعر السوق. عندنا غرفة عمليات 24 ساعة بنتابع تدفق السلع للمعرض، نوعية السلع، جودة السلع، الأسعار. شرط أساسي للسلعة تكون في المعرض تكون سلعة جيدة مناسبة للاستهلاك. المعرض حاجة جميلة وحاجة محترمة، الأسعار مخفضة، في تخفيضات في المنتجات الغذائية. يعني احنا بنشكر السيد المحافظ عادل الغضبان على دعمه الكامل لشعب بورسعيد والمجهود الجبار اللي احنا شايفينه من الغرفة التجارية، يعني حاجة محترمة ومعرض محترم. النهاردة أحلى أسعار موجودة مخفضة للجميع تبع توجيهات السيد رئيس الجمهورية والسيد معالي رئيس الوزراء. فطبعا النهاردة الغرفة التجارية مع معالي محافظ بورسعيد بيقدموا سعر النهاردة للجماهير يكاد يكون أقل من سعر الجملة.